يقول السائل: الضرب ليس من الأعراض ولا في الشهامة، ولكن ورد في القرآن: واضربوهن، فما توجيه الآية؟ وهل يعتبر الضرب من الدين أم لا؟ طيب، إيش الآية اللي جاء فيها يعني قول الله سبحانه وتعالى، وجاء فيها هذا القول من الله سبحانه وهذا التوجيه بالضرب؟ ما هي الآية؟ أولا فعظوهن، ولا لا؟ أنت نسيت هذه؟ أولا تعظ، أولا إيش؟ الموعظة، وقطع الموعظة بينك وبين زوجك تكون بالقوة والهجوم ولا بالملاطفة وبالمودة. إيش يخلي الزوج والزوجة أو الزواج يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى ومودة؟ ها، الله عز وجل يعني أباح لنا النكاح وشرع أو مشروعية النكاح والزواج لإنشاء المودة والمحبة بين من؟ بين الزوج وزوجته. فلا تنسى هذه الآية، اقرأها من أولها. قال: فعظوهن، ثم إيش قال؟ ها، وبعدين إيش؟ فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فتبدأ بالموعظة وتكثر من الموعظة وتعظها، مو بالتهديد افعلي كذا ولا افعل في كذا، لا، الموعظة يا مرة كذا، والمسألة مودة، والمسألة يعني. فتبدأ بالموعظة ثم بعدينك تهجر في المضاجع. ان كنت يعني فعلا ذو شهامة فاهجرها في ايش؟ اهجرها في المضاجع. اما تروح تضربها الان وبعد لحظة تقول تعالي الى المضجع، هي الى المضجع، لا، ما يصلح. اهجرها عدة ايام في المضاجع، لكن طبعا الهجران يكون داخل ايش؟ داخل المنزل، من باب التحقير او من باب يعني انك تثير المرأة، لان المرأة دائما تريد ايش؟ من يحنو عليها ويعطف عليها. فتشوفك انت يعني فاض وهاجر، ما شاء الله هذا الرجل قوي جدا، لا، هي على طول تنزل ايش؟ تنزل وتتودد الى هذا الرجل. فبعد هذا تروح تضربها، لكن ما هو الضرب ايضا؟ ما هو الضرب الذي أبيح لك شرعا أن تضرب إيش؟ هذه الزوجة وهذه الضعيفة المسكينة، ما هو الضرب؟ بكس؟ قطعا لا. بالعصا؟ قطعا لا. بالحديد؟ والله قطعا لا أبدا. والله جاءتني امرأة يعني كسر لها اثنين من اسمه من 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 أبراسها، يا شيخ رب، يعني مسكينة ضعيفة، حطها في زاوية في المنزل وراح يتمرن عليها، فما يصلح يا شيخ، والله ما يصلح. الضرب يعني كما جاء في بعض الروايات، بعض النصوص تضربها في ايش؟ في المسواك او بما يشابه المسواك. تعال انت امسك المسواك واضرب مليون ضربة تؤثر. والضرب يشترط فيه الا ايش؟ الا يكون ايش؟ له اثر، ما يبقى له اثر. يلا روح اضرب ضربة انه ما يبقى فيها ايش؟ اثر. المرأة بس تمسكها هكذا، بس هكذا وشين يكون اثر ولا ما يكون؟ يمكن يبقى اللون الازرق هذا والاخضر الى يوم ولا يومين، صحيح ولا لا؟ روح هكذا قيس، روح امسكها هكذا واضغط عليها قليل، يعني بقوه شد، ثم تعال انظرها بعد ساعه او ساعتين وبعد يوم ولا بعد يومين، تجد المكان ايش؟ صحيح فيه خضرار او يعني اللون الازرق. فالضرب يشترط فيه يا شيخ، يا ايها الرجل، يا ايها القوام، ان لا يكون ذو اثر وان يبقى ذلك الاثر على هذه الزوجه. ثم بعد ذلك اذا ايضا الضرب هذا ما نفع فايش؟ فكسرها يعني طلاقها. نعم خلاص انت، اما بالقوة تبي تجيبها ما يمكن، هي ضلع اعوج، خلقت من ضلع ايش؟ من ضلع اعوج، فاستمتع بها على عوجها. اما انك تقومها 100% تبيها على مزاجك يا شيخ ما يمكن. انت شوف الان، انت واقرب الناس اليك عقلا وفكرا ومنهجا وطريقة ومسلكا تختلفون في امور، لما تختلفون كيف تبي هذه تتفق معك 100%؟ ايش اخيضا لها بيئتها ولها تربيتها ولها عقلها ولها احاسيسها ولها عواطفها، ما يمكن تتفق. فاستمتع بها فيما اتفقت انت واياها عليه، واستمتع ايضا بها فيما اختلفت انت واياها، وراعي شرع الله سبحانه وتعالى وحكم الله جل وعلا، واتقوا يعني الحقيقة اتقوا الله في ايش؟ اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء. نعم.